أكدت وزارة الزراعة أن الكميات المتوفرة في الأسواق من اللحوم تكفي حاجة المواطنين خلال شهر رمضان المبارك. الناطق الإعلامي باسم الوزارة نمر حدادين قال في تصريح لنشرتنا إن حجم الطلب على اللحوم يرتفع عادة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم، ثم يعود الاستقرار في باقي الأيام. وبيّن أن كمية الخراف البلدية المتوفرة في الأسواق لشهر رمضان تصل إلى 450 ألف رأس، فيما تبلغ كمية الخراف المستوردة 220 ألف رأس.